اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج فلاشباك، ونجم هذه الحلقه احد فتيان مصر في السينما في عصرها الذهبي الراحل عماد حمدي. لما بنقول عماد حمدي فتى الشاشه الاول، حقيقه هذا صحيح، لانه عماد حمدي من اوائل او من الجيل الاول، خلينا نقول الجيل الاول اللي كرس مفهوم ما يسمى بالفتى الاول. الفتى الاول هو نجم الفيلم واللي الجمهور بيخش الفيلم علشانه من هذا الجيل، يعني الجيل ممكن اسبق منه بشويه، في بدر لاما مثلا، في كان حسين صدقي في البدايات، انور وجدي، عماد حمدي. عماد حمدي هو جيل الحقيقه ممكن نقول انه جيل يحيى شاهين مثلا في السينما المصريه طول او السينما في العالم عموما، هي لابد انها تسند الادوار الاولى، زي ما في فتاه جميله زي لازم يكون في شاب وسيم. عماد حمدي كما هو معروف الحقيقه لم يدرس تمثيل، ولا علاقته بالسينما يمكن كانت ان هو كان بيشتغل في حسابات استوديو مصر، يعني موظف بس هو بيحب التمثيل زي كل الجيل اللي انبهر بالتمثيل، وفي الغالب هم انبهروا بالتمثيل طبعا قبل السينما، لانه كان في مسرح قوي قبل ظهور او قبل نطق السينما. السينما بقت سينما ناطقه، وقبل السينما كمان ما تبقى فن شعبي وجماهير. استوديو مصر قرر في لحظه من اللحظات انه طول الوقت بيقدم وجوه شابه، لانه الادوار محتاجه ده. كان مثلا هم قدموا مثلا في العزيمه قدموا حسين صديق يسبق شويه عماد حمدي. لكن اول دور الحقيقه ليه عماد حمدي كان فيلم السوق السوداء مع عيلة راتب. والحقيقه الفيلم ده فيلم ليه اهميه خاصه، لانه كان اخراج فنان تشكيلي مشهور جدا مثقف، هو كامل التلمساني. والفيلم ده اتعرض عن ظاهره السوق السوداء الموجوده في الحرب العالميه الثانيه واستغلال التجار للسوق السوداء. والفيلم الحقيقه كان ممكن زي ما هو بدايه لعماد حمدي كان ممكن نهايه لعماد حمدي، لانه الفيلم فشل ذريع. لكن لحسن الحظ رغم ان الجمهور يعني شتم كل اللي صنعوا الفيلم، الا انه احب عماد حمدي. ايه الشاب الرفيع النحيف اللي يبدو كده يعني رومانسي طبعا بمعايير العصر بتاع موجود، يعني رغم انه عماد حمدي الحقيقه ما كانش صغير السن، يعني ما كانش نقدر نقول انه في العشرينات مثلا، لا يعني كان، لكنه في النهايه اعجب الجمهور، عجب الشكل، عجب الطريقه. لكنه في النهايه كمان لفت انظار مخرجين اخرين، طب تعالوا نشوف هذا الشاب، اذا كان الفيلم فشل طب نجربه في افلام اخرى. فبدا يجربه، فبدا صلاح ابو سيف يجيبه في بداياته، بدا مخرجين اخرين ينتبهوا، كمال الشيخ بعد كده يجي يعمل المنزل رقم 13 فيبقى بطل الفيلم عماد حمدي. اصبح عماد حمدي رسميا وثبت اقدامه في دور الفتى الاول. طبعا كلها في الاول كانت افلام خفيفه ولطيفه، قصه حب. أنا عايز أذكر ناس كتير ما تعرفش مثلا إنه كان دايما يجيبوه مع مديحة يسري، لأنه مديحة يسري كانت طويلة القامة، وبالتالي كان ده أنسب حد ممكن يبقى طويل القامة. لكنه كمان كان بيعمل ثنائي مشهور جدا مع فاتن حمامة، رغم إن فاتن حمامة قصيرة القامة. في كل الأحوال يعني أنا عايز أقول إن المعايير اللي كانت موجودة في تلك الفترة كانت معايير شكلية عنصر أساسي، قدرة على أداء، إنك تبقى في قبول مع الجمهور، والقبول ده زي ما قلت لحضراتكم تحقق من السوق السوداء، رغم إن الجمهور ما حبش الفيلم نفسه لكن أحب عماد حمدي. لكن بقى الاختبار الأساسي في رأيي الشخصي لعماد حمدي كان بقى في أدوار في الستينيات. بدأ يعني أنا بتكلم تحديدا مثلا عن دوره في أم العروس الستينات والسبعينات، دي الأدوار الحقيقة اللي جلبت لعماد حمدي شهرة كبيرة كممثل، كمشخصاتي، مش معتمد بس على النجومية ومش معتمد على الأدوار الرومانسية. أنا بتكلم عن أم العروسة، بتكلم عن دور مهم جدا في الرجل الذي فقد ظله مع كمال الشيخ اللي قدمه في دور برضو أعتقد من أدواره المميزة جدا في الخمسينيات، المنزل رقم 13.
عملها المجرم. المجرم هو اللي خلاني قتلت عباس وهو اللي قتل صبري فني، ودلوقتي نادي تحت رحمته. البوليس اسمعي، انا لازم اروح العيال واللي سالوكي عليا قولي لي هناك. مفيش وقت دلوقتي، لازم انقذ نادي. الحضور بتاع عماد حمدي واحساسه بانه مجرم بس مش مجرم، هو ارتكب جريمه غصب عنه وهو مندهش زينا، ازاي هو ممكن يتهم هذا الاتهام؟ لكن ام العروسه الحقيقه يعني هذا دور بديع، وهذا دور يعبر عن الاب المصري. يعني احنا لو بنتكلم عن خمس ادوار مهمه لشخصيه الاب المصري بتفاصيله وببراعه وبخفه ظل كمان بتاعت عماد حمدي، نتكلم عن دور حسين أفندي في أم العروسة، عايز كمان أتكلم عن دوره العظيم والخطير في السبعينيات في الصرصرة فوق النيل، الرواية الشهيرة بتاعت نجيب محفوظ، شخصية أمين زكي المسطول دايما واللي هو ضمير الفيلم واللي بينتقد كل حاجة في البلد، الحقيقة من أدواره العظيمة. لا أنسى كمان الدور اللي فاز عنه بجائزة أحسن ممثل مهرجان القاهرة السينمائي 76، دور الناظر اللي بيبيع أوراق الامتحان للطلبة في فيلم سعيد مرزوق العظيم المذنبون، ده من أهم الأدوار الحقيقة الموجودة. كان ليه دور عظيم جدا في سونيا والمجنون، الأب الغلبان الفقير اللي بيبيع يعني بنته بتبيع جسدها في هذا الدور، دور صعب وشاق جدا، واثبت عماد حمدي انه ممثل قدير. هو طبعا عمل سوال اتوبيس، وسوال اتوبيس فيلم دور عظيم جدا، لكن اخر دور ليه هو فيلم العار. ناس كتير ما تعرفش ان هو كان عامل الدور الاب تاجر المخدرات، وانه صور فعلا عده ايام، لكن للاسف ما صوره كان باظ بسبب مشكله تقنيه في الكاميرا، حاولوا يرجعوه تاني لكن هو كان في حالة صحية ونفسية سيئة جدا فرفض انه يصور، وراح الدور للفنان القدير عبد البديع العربي اللي عمله بافتدار يعني. انما هذا الدور اصلا كان دور عماد حمدي، وسبب الحقيقة مشاكل عماد حمدي الصحية في اواخر ايامه هو فقدانه لشقيقه التوأم عبد الرحمن. ناس كتير ما تعرفش انه ليه شقيق توأم، هذا الشقيق توفي وكان عماد مرتبط جدا بيه، تدهورت حالته النفسيه طبعا، مشاكله الشخصيه، ظروفه الخاصه، ابتعاده، تهميشه. حضراتكم عارفين طبعا انه تزوج الفنانه ناديه جندي وانجب منها ابن، وبعد كده انفصلوا وقدمها كمان كمنتج انتج لها. لكن الحقيقه في كل الاحوال ظروف الشخصيه اللي عماد حمدي حطمته، لكن ظلت ادواره تشهد بموهبه كبيره مثلما تشهد بانه كان احد فتيان الشاشه الاوائل الذين حققوا نجاحا كبيرا ولسنوات طويله.